السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بيكم يا شباب. اليوم زي ما احنا شايفين في عروض السيف، عروض السيف بدأت يا جماعة. العرض الأكبر، العرض الأكبر من 30% إلى 60% في كل الفروع على مستوى المملكة. احنا عارفين السيف ليه فروع كتيرة جدا في كل المدن في المملكة، ولكن في البداية كده قبل كل شيء عايزين نبدأ مع بعضينا زي ما بنبدأ في كل فيديوهاتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، اتمنى الناس كلها تقول معانا الاذكار، ناخد ثواب واجر كبير ونشوف مع بعضينا العرض الاكبر. يلا بقى بينا نشوف. هنبدأ ب انتوا عايزين تبدأوا ايه؟ في العجانات وفي القلايات وقدور الضغط، حاجات كتيرة جدا. يعني هنبدأ بالعجانات. في عجانة إديسون اللي هي عجانة الهامر قدامنا، هي نازلة من العروض اللي هي نازلة من 30 لـ60%. شايفين في العجانة دي 6.5 لتر اللي قدامنا، دي 6.5 لتر و1000 واط، عجانة هامر إضاءة، فيها إضاءة إديسون. طبعا المواصفات كلها هتلاقوها موجودة هنا، 1000 واط و6.5 لتر و3 سنوات ضمان و4 في 1، مواصفات كتيرة جدا. السعر كام؟ السعر نازل من 877 لـ449. ممكن تقسط بقى طمارة، وفي يعني في تطبيقات وبرامج ان انت ممكن تدفع المبلغ على اقساط. برضو اللي بعدها دي نفس العجانة، ولكن بيختلف اللون. شايفين هنا لون الوردي، هما كاتبين زهري لامع. الاول ده كان رمادي، هنقول احنا بقى وردي. في كمان اللؤلؤي، اللؤلؤي برضو نفس العجانة ونفس المميزات. 1000 واط و6.5 لتر و3 سنوات ضمان و4 في 1. السعر نازل من 877 لـ449، يعني حوالي 60%. طيب نكمل نشوف العجانات كلها. شوف في هنا اللون الخشبي ده، خشبي، اللون الخشبي برضه هنا. في ناس بتحب الالوان المميزة دي. اللون الخشبي ده بني خشبي، 4 في 1 برضو، 4 في 1 وبني خشبي. ده نازل برضو يا جماعة، هي نفس اللي احنا شفناها في البداية خالص، ولكن ده اختلاف في اللون فقط. يعني 4 في 1 هامر اضاءة، 6.5 لتر و1000 واط، والسعر زي ما احنا شايفين هو من 899 لـ449. دي عجانة الهامر في السيف، خشبي بيج برضو، 4 في 1 برضو، نفس المميزات ونفس السعر، ولكن دي تيفال، فيها تيفال كمان برضو. هنا رخامي رمادي برضو. كل اللي احنا شفناه ده، كل العجانات دي 6.5 لتر و1000 واط وفيها اضاءة، 4 في 1. السعر نازل من 899 لـ449. تعالوا نشوف برضو في عجلات تاني هنا. ديت بقى وصلت حديثا، مفيش عليها عروض. برضو في هنا انواع تانية برضو، احنا نشوف العجلات كلها كده ورا بعض كده يكون احسن. في عجانة برضو هنا إديسون اخضر، دي 6 لتر. اللي احنا شفناها في الاول خالص كانت 6.5، دي 6 لتر، 6 لتر. والستة لتر دي يا جماعة 1500 واط، 1500 واط، نازلة من 1000 ريال لـ599 ريال، يعني من 999 لـ599. في اللونين منها، في اللون اللي هو الاخضر اللي احنا شايفينه، وفي اللون الرمادي او الابيض اللي قدامنا ده. دي 6 لتر و1500 واط. المميزات طبعا بتلاقوها هنا، 3 سنوات ضمان
برضو إديسون. دي طبعا العجانات، دي العروض اللي هي على العجانات. تعالوا نشوف منتج تاني في القلايات. مثلا القلايات هنجيبها من الاول خالص كده. القلايات هنا برضو في انواع كتيرة جدا من القلايات. في قلاية هوائية ديجيتال اللي هو الاسود دي اللي هو لونها اسود، قلاية هوائية ديجيتال اسود 8 لتر و200، 1800 واط، نازلة كام السعر؟ من 888 ل 359، يعني خصم كبير جدا. شايفين الخصم؟ من 888 ل 359، اللي هي قلاية هوائية 3 سنوات ضمان إديسون، 8 لتر و200 و1800 واط. 1800 واط. في طبعا منها اللون الأبيض والرمادي، هما نفس طبعا المميزات ونفس السعر. التلاتة اللي جنب بعض دول أبيض ورمادي وأسود. في نوع تاني بقى أقل بقى، دي 3 لتر و200 و1400 واط. 3 لتر و200 و1400 واط، نازلة من 488 ل 249. قلاية هوائية ديجيتال اسود 3 لتر و200، 1400 واط، نازلة من 488 ل 249. طبعا في منها كذا لون، في الابيض وفي الرمادي وفي الاسود. هي نفس طبعا المواصفات، قلاية هوائية ديجيتال، رمادي غامق، في رمادي غامق 3 لتر و200، 1400 واط، سعر نازل من 488 ل 249. يعني خصومات زي ما احنا شايفين، عرض كبير جدا، العرض الاكبر في السيف جاليري. شفنا العجانات واحنا دلوقتي في القلايات. في برضو القلاية اللي قدامنا دي، قلاية هوائية، قلاية هوائية نجيبها كده عشان نشوف. حلو، قلاية هوائية ديجيتال، باب ليها باب، يعني احنا نشوفها قدامنا اهي. دي قلاية هوائية ديجيتال اسود، لونها اسود، باب طبعا من اللتر 5 لتر و100، زائد 3 لتر و200، يعني فيها 2 لتر، فيها 2 يعني من اللتر، 5 لتر و100 و3 لتر و200، والوط 2700. الوط 2700. مواصفاتها هي قلاية هوائية ديجيتال 5 لتر و100 زائد 3 لتر برضو و200، يعني فيها بابين، يعني زي ما احنا شايفين، شايفين الصورة فيها بابين، فيها واحدة 5 لتر و100 اللي هي الكبيرة شوية دي، وفيها 3 لتر و200 والوط بتاعها 2700 واط. قلاية هوائية ديجيتال، السعر كام؟ السعر نازل من 600 ل 300، يعني عرض 50%. طبعا زي ما احنا شايفين اهي، دي طبعا اللي هي الباب الاول والتاني، يعني فيها 2، شكلها حلو جدا. قلاية هوائية ديجيتال حلوة جدا. كمان في برضو من القلايات هنا، في قلاية هوائية اسود 7 وظائف، فيها كام وظيفة؟ 7 وظائف، 5 لتر و1500 واط، اللي هي قدامنا ده. شوف هنا قلاية ديجيتال، قلاية هوائية ديجيتال 5 لتر و1500 واط و8 وظائف، 3 سنوات ضمان، اللي هي قدامنا دي، اللي هي دي. دي نازلة من كام؟ دي نازلة ب 199، 199 بدلا من 299، يعني نازلة من 300 ل 200. قلاية هوائية طبعا في منها نوع برضو رمادي زي ما احنا شايفين اهي، نوع رمادي دي 199 ريال. كمان في نوع تاني زي ما احنا شايفين، القلايات يا جماعة كلها نازلة عروض حلوة. قلاية هوائية دائرية، دي دائرية، قلاية هوائية دائرية، قلاية هوائية دائرية ديجيتال اسود، اسود من الاستانلس، 9 وظائف، 5 لتر، 1500 واط، نازلة من 369، من 369 نازلة 258، 258. ودي شكلها، والكرتون
زي ما احنا شايفين الكرتونة اهو 5 لتر 1500 واط، مكتوب عليه كل المواصفات طبعا. إيديسون قلاية دائرية. في القلاية بقى دي اللي هي قلاية جامبو، قلاية جامبو رمادي غامق ديجيتال، 3 لتر ونص، 3 لتر ونص و 1500 واط. دي نازلة من 588 ل 299، يعني 300 ريال بدلا من 600 ريال، يعني تعتبر نصف السعر. اللي هي قلاية هوائية جامبو ديجيتال 3 لتر ونص، 3 لتر ونص اللي هي قدامنا دي. يعني زي ما احنا شايفين في عروض كتيرة جدا على انواع كتيرة جدا من القلايات، انواع كتيرة جدا. احنا لسه برضو هنشوف تاني، في تاني موجودة اهو، في هنا قلاية هوائية ديجيتال برضو 2 باب اللي هي دي، قلاية هوائية ديجيتال 2 باب، 1000 كام لتر، 9 لتر، 1750 واط، 1750 واط، نازلة من 799 إلى 389 ونص، 389 ونص اللي هي اللي قدامنا دي، 2 باب، 2 باب، هاي. دي نازلة من 779 ل 389 ونص. مواصفاتها هي 9 لتر و 1750 واط، قلاية هوائية 2 باب. في كمان برضو جهاز الطبخ يا جماعة، برضو في جهاز الطبخ هنا نازل، جهاز طبخ متعدد الوظائف ديجيتال 8 لتر، 18 في 1، 1800 واط، نازل من 569 ل 299. جهاز طبخ متعدد الاستخدام اللي هو قدامنا ده، جهاز طبخ متعدد الوظائف او متعدد الاستخدام، يعني في استخدامات كتيرة جدا. طبعا القلاية الهوائية الديجيتال في منها نوعين، اللي هي في منها الاسود وفي منها الرمادي اللي احنا شفناها دي، اللي سعرها نزل من 779 ل 389 ونص. لسه برضو احنا معاكم القلايات كتير جدا، قلايات كتير جدا، انواع كتير، كل الانواع نازل عليها عروض. شايفين برضو الانواع دي نازل برضو عليها عروض اهي. قلاية هوائية اسود من الاستانلس 12 وظيفة، 12 وظيفة، 6.5 لتر و 1800 واط، نازل عليها عرض من كام؟ من 699، من 699 نازلة 349 ونص، 349 ونص. ودي شكلها يا جماعة، هي قلاية هوائية 14.5 لتر، 14.5 لتر دي 3D، 1700 واط، 16 وظيفة، يعني فيها مميزات كتيرة جدا. شكلها هنا زي ما احنا شايفين اهي، دي نازلة بكام؟ نازلة ب 349 ونص. امكانيات كبيرة جدا واسعار حلوة جدا، عروض بصراحة جميلة جدا. العرض الاكبر في السيف، السيف جاليري. قلاية هوائية برضو دائرية اللي هي قدامنا دي، 16 وظيفة، اسود، 14.5 لتر، 1700 واط، نازلة من 1000 ريال ل 500 ريال، او من 999 ل 499، يعني نازلة نصف السعر يا جماعة، نازلة نصف السعر. مميزاتها برضو حلوة جدا، 16 وظيفة، 14.5 لتر، 360 3D، 1700 واط. كمان نشوف اللي بعدها، هي نفس السعر بقى اللي احنا قلناها دي، في منها كذا، في منها 3 انواع زي ما احنا شايفين. هنلاقي هوائية دائرية 16 وظيفة، اسود، في منها لون اسود، وفي منها اللون الخشبي، وفي منها اللون التاني اللي هناك ده، هي كلها نفس السعر، كله ده نفس السعر. في الخشبي اللي هو بيد خشبي ده، هنلاقي هوائية بيضاوية 16 وظيفة، رخامي، في رخامي، يعني في كذا نوع منها. اللي هي دي التلاتة دول اللي جنب بعض نفس السعر، السعر هو نفس السعر. اللي هي هوائية 16 وظيفة، اسود، بيد خشبي، اليد بتاعتها خشبي، 1700 واط، 16 وظيفة، دي يعني بتعمل حاجات كتيرة جدا، يعني امكانيات كبيرة جدا، ونازلة ب 500 ريال بدلا من 988. كده احنا خلصنا القلايات، لسه في تاني، لسه في قلايات تاني. في هنا قلاية هوائية بالبخار، هنشوفها كده مع بعضينا.
اللي هي هوائية بالبخار 18 لتر، شايفين اللي هي ليها بابين دي، اللي هي عاملة زي الفرن دي، اللي هي هوائية بالبخار أبيض، نازلة من 1399 ل 599، يعني من 1400 نازلة 600. شايفين نسبة الخصم قد ايه، في منها الأبيض وفي منها الأسود، اللي هي هوائية بالبخار. شايفين بقى الإمكانيات هنا، هي دي اللي هي الرابطر المتعددة. فاكرين لما كنا بنصور لما كنا احنا بنصور الصفقات اليومية، كانت نازلة برضو، كانت نازلة 36 لتر، 36 لتر و2800 واط، 16 وظيفة. شرحناها بالتفصيل كمان في الفيديو اللي احنا عملناه في الصفقات 3 سنوات ضمان، نازل السعر من 1400 ل 600 ريال. يعني النهاردة نازلة، نازلة تاني، اللي فاتوا العرض في الصفقات هيلاقيها موجودة لمدة كبيرة. العرض الأكبر ده بيكون فترة كبيرة جدا. طيب نكمل برضو هنا في اللاية هوائية. شايفين الأنواع دي، التلاتة اللي جنب بعض دول هما نفس السعر. اللاية هوائية 12 22 لتر، 22 لتر، التلاتة دول في أسود وفي أسود وفي رمادي وفي أبيض، هما التلاتة دول. اللاية هوائية 12 لتر، أسود رمادي، وفي الأسود استلس، آخر واحدة دي استلس، 1900 واط، 1900 واط، نازلة من 1159 ل 500 ريال أو 499. المميزات بتاعتها زي ما احنا شايفينها، هي كام لتر، 22 لتر، برضه دي اعتقد كانت نازلة في الصفقات لما احنا كنا بنصور الصفقات، 1900 واط 3D، 22 لتر، 9 وظائف، نازلة من 1159 ل 499. دي مختلفة شوية عنها، دي فرن، دي فرن بيتزا، فرن بيتزا مع قلاية، 2 في 1 اهو، فرن بيتزا مع قلاية اسود ومن الاستانلس، 8 وظائف، 10 لتر، 2000 واط، نازلة من 699 ل 489. دي شكلها كمان اهي، شوف شكلها في الكرتونة اهي، 9 وظائف، 3D، 1900 واط، 22 لتر، نازل عرض حلو جدا. دي فرن بيتزا وقلاية، 2 في 1. كده احنا خلصنا عروض القلايات، عروض القلايات كده، يعني شايفين عروض كتير جدا موجودة. في هنا قدر الاكلات الشعبية، قدر الاكلات الشعبية اللي قدامنا ده، قدر الاكلات الشعبية. في واحد اللي هو الفضي ده 10 لتر و100 واط، 10 لتر و100 واط، اللي هو اول واحد ده. شايفين هنا قدر الاكلات الشعبية 2 سنة ضمان، يعني ده الضمان بتاعه 2 سنة مش 3 سنوات زي كل الحاجات اللي احنا بنشوفها يعني. والوط بتاعه 100، قدر الاكلات الشعبية في السيف جالري، احنا اول مرة نصوره، يعني اول مرة نشوف قدر الاكلات الشعبية الكهربائي. فضي 10 لتر و100 واط، نازل من 499 من 599 ل 419 ريال، نزل برضو في العرض الاكبر. في كمان قدر الاكلات الشعبية الكهربائي رمادي فضي مع تيفلون، 10 لتر و100 واط، نازل من 639 ل 444. يعني قدر الاكلات الشعبية هنا برضو يا جماعة موجود في العروض، اول مرة نصوره، اول مرة نشوفه يعني. طبعا كده احنا صورنا القلايات، عايزين نشوف قدر الضغط الكهربي برضو. احنا صورنا كده القلايات وصورنا العجانات، العجانات والقلايات، عايزين نشوف قدر الضغط الكهربي. قدر الضغط الكهربي هنا برضو موجود عليه عروض اهو، قدر الضغط الكهربي في احجام كبيرة جدا. في هنا قدر ضغط كهربي وعاء جرانيت رمادي 15 لتر، 2000 واط، 2000 واط، ده كام، 15 لتر، والوعاء بتاعه من الجرانيت و2000 واط، نازل من كام، نازل من 969 ل 300. شايفين نسبة الخصم قد ايه، 387، 387 بدلا من 959، نسبة كبيرة جدا.
كمان في من قدر الضغط الكهربي، في قدر الضغط الكهربي برضو هنا 4 لتر، ده 4 لتر قدر ضغط كهربي برو، بوعاء جرانيت بيد زي ما احنا شايفين كده، 4 لتر و800 واط نازل من 399 ل 279، 279. انا مش شايف كتير، يعني مش شايف عروض كتير على قدر الضغط الكهربي، او هم لسه، احنا طبعا لسه في بداية العرض، لسه ما نزلوش قدر الضغط الكهربي كله يعني. ان شاء الله بقى هنصوره بعدين، نشوفه بعدين في الفيديوهات القادمة. تعال نشوف برضو في حاجات هنا، اللي هو الخبازة المنزلية. الخبازة المنزلية في هنا، الخبازة المنزلية اللي هي لونها بيج، دي لونها بيج، 2600 واط، دي نازلة، نشوف هنا كده اوضح يعني، دي 2600 واط، 3 سنوات ضمان، خبازة منزلية اديسون، نازل العرض من كام؟ من 529 ل 300 ريال، او 299. برضو كل الخبازات المنزلية دي كلها نازلة، فيه الوردي، فيه اللي هي رمادي جرانيت، دي برضو نازلة 259 بدلا من 549، انواع كتيرة جدا. طبعا الاضاءة اللي هي من الباب دي مخلينا مش شايفين اوي يعني. في برضو 299، 40 سنتي، 2200 واط. طيب نشوف كده اوضح، خبازة منزلية اللي هي لونها وردي، دي 2400 واط، 3 في 1، 3 سنوات ضمان، دي نازلة 349، 349 بدلا من 699، من 699 نازلة 349 اللي هي لونها وردي، المواصفات بتاعتها زي ما احنا بنقول كده، 2400 واط، 3 في 1، 3 سنوات ضمان. في بقى اللون الرمادي برضو نفس السعر، اللون الرمادي نفس السعر، يعني في منها لون وردي ولون رمادي، 2400 واط، 3 في 1، 3 سنوات ضمان اديسون، من 700 نازلة 349. دي عروض الخبازات المنزلية، برضو نازلة عروض. في برضو انواع تانية من الخبازات المنزلية هنشوفها، برضو حاطين هنا في انواع تانية برضو. الخبازة الكهربائية نحاسي رمادي، نحاسي رمادي، 40 سنتي، 2800 واط، 2800 واط، 3 سنوات ضمان، نازلة من 439 ل 259، 259. كمان في هنا برضو، هي نفسها 259 برضو بدلا من 300، بدلا من 439، خبازة كهربائية نحاسي بيج، 40 سنتي، اديسون، 2800 واط، برضو هي نفسها ولكن دي رمادي، خبازة كهربائية نحاسي رمادي غامق، 40 سنتي، اديسون، 2800 واط، نازلة من 439 ل 259 ريال. عروض الخبازات المنزلية. طبعا في خبازة منزلية اللي هي الجامبو اللي احنا شفناها في الاول، ودي الخبازة الكهربائية النحاسي، في منها كذا نوع. برضو في عروض على الخبازات المنزلية هنا، في عروض تانية على الخبازات المنزلية. في الخبازة المنزلية اللي هي لونها بيج، دي بخاصية التحكم الحراري، 1600 واط، دي نازلة من كام؟ دي نازلة من 299 إلى 169، 169 بدلا من 299، 1600 واط، لون بيج، بخاصية التحكم الحراري. وفي منها اللون الوردي، في منها اللون الرمادي برضو، هي نفس السعر، نفس السعر. الخبازة المنزلية لون وردي بخاصية التحكم الحراري، 1600 واط، نازلة من 299 إلى 169. دي كل عروض الخبازات. بشوفنا القلايات، شفنا العجانات، شفنا القدر الضغط الكهربي، وشفنا القلايات يعني منها انواع كتيرة جدا شفناها. تعالوا برضو هنشوف ايه تاني، تعالوا نشوف برضو المايكرويف. المايكرويف في انواع كتيرة من المايكرويف نازلة برضو،
هنا ده مايكروويف كهربائي ابيض 20 لتر، 20 لتر 700 واط. 700 واط ده نازل من 399، من 399 نازل 249، اللي هو المايكروويف الابيض ده. في منه الاسود برضو، هو نفس السعر، في الابيض والاسود. مايكروويف كهربائي ابيض 20 لتر 700 واط، نازل من 399 ل 249. في نوع تاني زي كده، مايكروويف كهربائي ابيض 20 لتر برضو، ده نازل من 399 ل 279. 279 ده اغلى منه شوية، اغلى منه شوية، يعني حتى الشكل بتاعه مختلف برضو شوية، ولكن هو 20 لتر. في برضو هنا مايكروويف كهربائي اسود ديجيتال 20 لتر، نازل من 419 ل 289. 289. في برضو هنا مايكروويف ابيض ديجيتال 23 لتر، ده اكبر شوية في اللتر، 800 واط، نازل من 539 ل 369. 369 عروض المايكرويف. كده احنا شفنا عروض المايكرويف اللي هي نازلة، كذا كذا نوع برضو نازل هنا في المايكرويف. تعال نشوف برضو صانعة دي، صانعة المعمول، او الناس بقى اللي سألتنا في التعليقات على صانعة المعمول دي شكلها برضو، يعني صانعة الشورز. في منها الاسود 750 واط، دي نازلة من 99 ل 49 ونص، من 79 ل 49 ونص. في منها كذا لون، الرمادي والوردي، الرمادي والوردي. في برضو هنا، صانعة الكريب، بيج 1000 واط. 1000 واط دي نازلة من 159، من 159 ل 49. وهنا صانعة الكريب اسود برضو، يعني في منها نوع بيج وفي منها نوع اسود. صانعة الكريب هنا يا جماعة نازلة من 159 ل 79 ريال، الناس اللي بتحب الكريب. في كمان هنا صانعة الوافل 900 واط، دي الحجم ده مخلص، عندي الحجم اكبر منها على طول. طيب نشوف، ايه تاني. في برضو هنا الوافل دي كانت خالصة مفيش منها، يعني في محضر طعام هنا، محضر طعام خشبي ابيض ديجيتال 3.5 لتر، ده 3.5 لتر، ده اللي هو محضر الطعام ده. ده نازل من كام؟ نازل من 666 ل 333، يعني 50%. محضر طعام 3.5 لتر 1000 واط متعدد الوظائف ديجيتال 333 بدلا من 666. عايزين نشوف برضو الناس اللي سألتني، في ناس كده بتدخل يا جماعة بتسأل على يعني حاجات حلوة، يعني بتخلينا ان احنا نركز عليها. ففي ناس سألت على صانعة المعمول، انا عمال اشوف صانعة المعمول. في صانعة البانكيك، صانعة البانكيك هنا 12 عين اسود ميني بانكيك 1000 واط، نازلة من 149 ل 69. 69 كمان في اللون الوردي، من 149 نازلة 69. دي كلها صناعة البانكيك. في وردي، في طبعا هي اللي احنا شفناها في الاول دي 14 عين. 14 عين. في نوع تاني اكبر، في 24 عين، نازلة 79 بدلا من 159. صناعة البانكيك اسود كمان، دي اكبر شوية، دي نازلة 79، في 59. 59 يعني كل صناعة البانكيك هنا برضو نازلة عروضة، هي من 159 نازلة 79 او 59 على حسب الحجم نفسه. كمان هنا الفرامة، هي نازلة عروض برضو، فرامة اللحمة هنا برضو نازلة عروض. فرامة لحمة ديجيتال رمادي 400 واط، نازلة برضو هنا يا جماعة
من 749، من 749 ل 499. فرمت لحمة إديسون رمادي فاتح 400 واط، 400 واط، نازلة من 749 ل 499. في كمان هنا فرمت لحمة شكلها فضي من 600 ل 2000 واط، نازلة من 699 ل 349. في كمان برضو هنا فرمت لحمة إديسون برضو كلها إديسون أسود وفضي 2 كيلو، 1200 ل 3000 واط، نازلة من 549 ل 379، 379. في كمان هنا برضو في نوع تاني برضو هنا من 1200 ل 3000 واط، فرمت لحمة من الاستلس برضو نازلة من 549 ل 349، من 549 ل 349، يعني تخفيض 200 ريال. كمان في نوع تاني برضو اسود اهو، فرمت لحمة من الاستلس 1700، يعني 1 كيلو 700، من 800 ل 2000 واط، اديسون نازلة من 549، من 529 ل 266. في كمان برضو فرمت لحمة من الاستلس 1800 واط، 3 في 1، نازلة من 599 ل 419، 419. في هنا فرمت لحمة من الاستانلس 500 واط، نازلة من 300، من 399 ل 279. دي عروض على فرامة اللحمة، عروض على فرامة اللحمة. يعني طبعا العروض على منتجات مختارة زي ما احنا شايفين، مش كل الأنواع نازلة عروض، مش كل الأنواع نازلة عروض. في كمان برضو عروض هنا على الخلاطات والقطاعات، الخلاطات والقطاعات. يعني في هنا خلاط يدوي، خلاط يدوي بشاحن 100 واط، ده نازل إديسون برضو زي ما احنا شايفين. في حاجات كتيرة معاه، يعني في معاه كوب، وفي USB خلاط يدوي بشاحن، وفي قياس 700 ملي برضو معاه، وفي كمان قطاعة 500 ملي، وفي خفاقة، يعني ملحقات كتيرة جدا معاه. ده سعره كام؟ ده سعره نازل من 239 إلى 119 ريال، 119 ريال. كمان في هنا قطاع لاسلكية أخضر فاتح 230 ملي، 300 واط، نازلة من 69 ل 46، 69 نازلة 46. في عروض كتيرة جدا على القطاعات هنا. في قطاعة الخضروات بشاحن 1 لتر 200 واط، اديسون USB، كمان فيها USB، دي نازلة من 199 ل 99، يعني تخفيض 100 ريال او عرض نصف الساعة. في القطاعات دي كلها نازلة عروض اهي. القطاعة المتعددة تيربو اسود 600 ملي، 300 واط، نازلة من 119 ل 69، كل الاتنين دول 69. وفي هنا برضو قطاعة خضار كهربائية 6 شفرات 700 ملي، 500 واط، وردي، نازلة من 159 ل 79. وفي اللي جنبيها دي برضو الأبيض، هي نفس السعر برضو. في كمان هنا قطاعة متعددة أبيض جاك شفاف 3 شفرات 1.5 لتر 500 واط، نازلة من 169 ل 99. قطاعات الخضروات والعروض في العرض الأكبر، كل القطاعات دي نازلة يا جماعة. هي قطاعة خضروات كهربائية ستلس بقاعدة من السيليكون، اللي هي قدامنا دي قاعدة من السيليكون اهي، دي 4 شفرات 600 ملي، 400 واط، نازلة من 188 ل 94، 94. في 75 برضو قطاعات نازلة ب 75. قطاعة خضروات كهربائية 4 شفرات 500 ملي، 400 واط. في الاسود والوردي والابيض المضلع، دول التلاتة اللي قدامنا دول، دول نازلين 75 من 149. كمان الابيض دي قطعة متعددة تيربو ابيض 1 لتر 700 300 واط، نازلة من 149 ل 89. في كمان قطعات الخضروات دي كلها،
كله ده نازل عروض على قطاعات الخضروات، وكمان في الخلاطات، كمان الخلاطات في الخلاط الاول ده خلاط عصائر 2 في 1، خلاط عصائر 2 في 1 استانلس جاك في مطحنة 1800 لتر، 1 لتر و800، 1500 واط، نازل من 359 ل249. في كمان هنا خلاط كهربائي زجاجي مع مطحنة 1.5 لتر، 600 واط، نازل من 279 ل188. خلاط كهربائي بمطحنة اسود 1.5 لتر، 500 واط، 3 في 1، نازل من 259 ل109، من 229 نازل 159. وفي خلاط كهربائي بقاعدة من الاستانلس مع مطحنة زجاجي 1.5 لتر وستمية واط، نازل من 239 ل149. دي الخلاطات اللي نازل برضو عليها عروض في العرض الأكبر. العرض الأكبر يا جماعة حاجات كتيرة جدا موجودة. طبعا ده الفيديو الاول، بقى هنضطر بقى ان احنا ننهي معاكم الفيديو الاول ده، الجزء الاول. عروض كتيرة جدا، تابعونا في الفيديوهات القادمة، عروض كتير جدا في العرض الاكبر في السيف جاليري. هنختم بصانعة الثلج. صانعة الثلج مع كسارة ديجيتال اسود، دي نازلة من 1400 ل888. صانعة الثلج في برادة وصانعة ثلج، برادة وصانعة ثلج اتنين مع بعض يعني. 15 من 10 ل15 كيلو، 24 ساعة، 1 لتر و800، نازلة من 1200 ل839. صانعة الثلج، وفي صانعة ثلج مع برادة. نختم معاكم الفيديو الاول، نتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه والعرض الاكبر في السيف جاليري. تابعونا، لسه في فيديوهات كتيرة جدا هنشوفها مع بعضينا. وطبعا زي ما احنا شايفين المكنسة العروض عادية وصل حديثا، مفيش عروض على المكنسة، ممكن يكون لسه محطوش عليها عروض، احنا لسه في بداية العرض. فهنشوف ان شاء الله في الفيديوهات القادمة لو كان عليها عروض هنعرضها في الفيديوهات القادمة. متنساش اللايك والاشتراك في القناة، اتمنى يعني تديني لايك، عايز الفيديو ده يوصل اكبر عدد من اللايكات، واتمنى تشترك معايا في القناة، اتمنى اوصل لاكبر عدد من المشتركين. ادعمونا باللايك والاشتراك وتعليق ايجابي، متنسوش الذكر اللي احنا قلناه في بداية الفيديو. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اشوفكم بخير، تابعونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعتذر جدا على الاطالة، يعني الفيديو طويل جدا، ولكن عروض مهمة جدا جدا. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.